أبو الهجر بلادي يا زين البلدان. يوم الأحد 25 نوفمبر 2018 تم تنظيم ورشة موسيقية بيداغوجية في القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة أوتريخت من تنشيط الفنان الكبير نعمان الحلو. هذه الورشة تم التنظيم ديالها في إطار سياسة تقريب الثقافة المغربية بكل أشكالها لمغاربة العالم في مختلف الدول. الورشة عرفت حضور أبناء المغاربة القاطنين في مدينة أوتريخت. شكرا للحضور ديالكم معنا في هذه الصبيحه اللي هي عباره عن ورشه عمل ديال الموسيقى اللي كتجي كتوج واحد البرنامج ثقافي وفني سهرت عليه السفاره والقنصليات ديال المغرب في هولندا وبدا من 6 نوفمبر المسيره الخضراء وبحضور النادي الملكي للدراجات الناريه ومن بعد التكريم ديال الفنان الراحل عبد الله زكي في 18 نوفمبر بمناسبه عيد الاستقلال والامس كان حفل حياه موسيقى حياه الاستاذ نعمان بامستردام واليوم هذه الامسيات الصبيحه لفائده الاطفال المغاربه فيها ثلاثه ديال الابعاد. البعد الاول هو ان نمد جسور التواصل الثقافي مع ابناء الجيل الثاني والثالث والرابع مع بلد الأم بطبيعة الحال اللي هو المغرب. البعد الثاني هو تهذيب الذوق الموسيقي لدى الأطفال والغرز فيهم هذاك الحب ديال الموسيقى الراقية. والبعد الثالث بطبيعة الحال هو توطيد الروح الوطنية والدينية عند الناشئة ديالنا كما شفتوا بموسيقى وبأغاني وبأناشيد كتعتز بالوطن المغربي. ومن خلال أغانيه المشهورة كجبال الأطلس وشفشاون عرف الفنان بطريقة ترفيهية وبيداغوجية الثقافة والفنون الموسيقية المغربية. وتم إشراك الأطفال فيها بإعطائهم فرصة للغناء معه أو العزف على بعض الآلات الموسيقية. الصبيحة لقيت استحسان الأطفال الحاضرين وأولياء أمرهم الذين أعجبوا بمثل هذه المبادرات وطلبوا بتنظيم المزيد منها. سي نعمان الحلو مرحبا بك معنا في امير 24 القناة اللي كتهتم بشؤون الجالية المغربية في العالم يعني مغاربة العالم. اولا مرحبا بك معنا في هولندا شرفتينا، وثانيا كيفاش جاك هذا النهار هذا اللي درتيه مع الاطفال في القنصلية المغربية في اوتريخت؟ انا بالنسبة لي هذا تور كبير في خمسة الحفلات، باريس، جوج في بروكسل، حدا في امستردام، وهذا الصباح في اوتريخت. بالنسبة لي انا احسن نهار هو هذا، لانه مع الاطفال ونحاولوا نمدوا ذاك جسور تواصل بينهم وبين الوطن الام، والاغلبيه ديالهم هما اما جيل ثاني او جيل ثالث، فباش تسمعهم تيغنيو غير كلمات بلادي ولا طلع البدر علينا ولا الصلاه والسلام على رسول الله، يعني رسالتنا وصلت وتيخص هادشي نكثروا منه. انا بالنسبه لي هذا النهار جميل جدا مع الاطفال. هذه الجوله هذه دابا ديالي هي اللي دايرها هو وزارة الجالية المكلفة بمغاربة العالم، وهي عندها واحد المقاربة جديدة هذه السنة وهو إهداء الثقافة للجالية المغربية عبر واحد المجموعة كبيرة ديال العروض المسرحية وبعض العروض الموسيقية. منها أنا درنا، أنا قلت لك خمسة في أوروبا، وآخر حاجة هي دابا يعني من هنا مشوا للمطار، وفي بداية 2019 عندي مع نفس الفرقة جولة في أمريكا وفي إفريقيا إن شاء الله الرحمن الرحيم. كيفاش كان التجاوب ديال الجالية المغربية في أمستردام؟ خويا المشكل الوحيد اللي كان هو أنه حنا هذه الجولة قررناها هذه جوج الأسابيع، والإشهار دار عبر الويب سايت وعبر، ورغم ذلك كانوا واحد 180 الناس، ورغم ذلك جاو 180 الناس كانوا راقيين
جدا. وواحد اللحظه طلبت من مهندس الصوت يعطي جوج الميكروفونات للناس، وفي لحظه من اللحظات كنا حنا تنسكتوا وهما تيغنيو. انا تنشكرهم، وشحال الناس قال لك للاسف ما كناكش عارفين جاي، لان هذه اشياء تتنظم قبل 6 شهور. فالسنه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم غنديروا جوله، نحاولوا تكون بين امستردام روتردام وتريخت ولا لاهاي، وتكون في مسارح كبيره ويحضروا عدد كبير. ولكن انا فرحان بهذه اللمه لان تنسميها لمه عائليه. شنو الرساله اللي ممكن تعطيها للمهاجرين في العالم كله وخاصه هنا في هولندا؟ خويا انا الرساله اللي نعطيهم وهو انه حنا بلادنا مازال ما وصلناش للمستوى ديال هولندا وفرنسا ودا امريكا، ولكن غادي نوصلوا وغنوصلوا باش بيا وبيك وبهذاك الولد الصغير، ونربيهم على حب الوطن، ونقول لهم بان بلادنا محتاجه نخدموها. اللي عنده شي مهنه او شي حاجه يعاون بها المغرب سواء داخل المغرب او خارجه خصو يعاون بها، لان الكنز الحقيقي لاي بلد هو ولادو. هذا رايي. بوابه مغاربه العالم، انا تنشكركم انكم جيتي وتحملتي وعناء السفر لاوتريخت باش تصوروا هذه الصبيحه الجميله، واللي بالنسبه لي هي كانت اجمل صبيحه في هذا التورني هذه. انا رهن اشارتكم، انا غنخلي لكم تليفوني باش ما يكون شي جديد فني ديالي في المغرب او خارج المغرب يسعدني جدا انني نتعامل معكم. وشكرا. فاطمة الزهراء، مرحبا بك معنا في اميغ 24 قناه مغاربه العالم. اليوم السي نعمان الحلو نظم حفل الاطفال في القنصليه المغربيه في مدينه اوتريخت. شنو يمكن لك تقول لنا على هذه الصبحيه هذه؟ صباح الخير عليكم. شكرا لاميغ 24 على الحضور وعلى الاستضافه. حنا ضمن من جوله بديناها من باريس، نعمان الحلو بدا الجوله ديالو في باريس، ومن بعد باريس مشينا لبروكسل وجينا لامستردام. البارح كان عندنا حفل في المسرح في امستردام، وهذا الصباح مع الاطفال في القنصليه، مع الاطفال المغاربه جاليه المغربيه في القنصليه. انا نقدر ناكد لك ان من اجمل الحفلات اللي دوزنا من نهار اللي بدينا حتى الان هي هذه الحفله مع الاطفال ديال الجاليه المغاربه. احسن حفله، كان واحد الانسجام، واحد لي زوند بوزيتيف، واحد الروح مغربية، روح وطنية كانت هنا ما حسيتش بها في بلاصة واحدة أخرى. هاد بحال هاد الصبحيات، بحال هاد الوركشوب لازم يكون منهم كتير 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 كتير، لأنها كتعرف الأطفال الصغار على الهوية المغربية، على الموسيقى المغربية. ويمكن كيف كاينة الموسيقى يمكن يكون الطبخ، يمكن يكونوا دي زاتولي ديال المهم ديال الخياطة المغربية، ديال القفطان المغربي، ديال الطرز المغربي، ديال لان تبارك الله الباتريمون المغربي ديالنا غني في كل حاجه، في الموسيقى، في الطبخ، في اللبس، في هذا. انا كنشوف لاحظت مع كل اسف ان الاطفال ديالنا هنايا ما كيعرفوش يهدروا بالعربية، ما كيعرفوش. وأنا عاتبت على الوالدين، قلت لهم، قالوا لي كنهدروا معاه، قلت لهم لا، هو غادي يتعلم كيمشي للمدرسة، وفي المدرسة غيتعلم اللغات، غيتعلم الفرنسية وغيتعلم الهولندية وغيتعلم الإنجليزية وغيتعلم. ولكن دورك كأم، خصوصا الأم، دورك كأم أنك أنت في الدار تهدر معه بالعربية وتعلمه العربية، وأول حاجة تعلمه النشيد الوطني. كنشكركم، كنشكر المشاهدين ديال اميغ 24، وان شاء الله هذه بدايه. نشكر الناس اللي رحبوا بنا، الناس اللي كانوا معنا ملي وصلنا، لقينا واحد الترحيب كبير. ونوعدكم اننا راجعين ان شاء الله الرحمن الرحيم، وراجعين عندنا مازال سهرات مع الجاليه المغربيه وصبحيات ووركشوب مع الاطفال المغاربه. شكرا. شكرا شكرا، بارك الله فيكم. اولا لي الشرف انني نرافق الفنان الكبير المغربي نعمان الحلو، لانه شرف كبير انه موسيقي يعزف مع فنان بهذا الحجم. هو فنان غير عادي، لانه فنان يمثل المغرب بكل يعني خصائص ديالو التاريخيه، الثقافيه، المجتمعيه، وفي جميع المحطات كان هناك ترحاب.
سواء من المنظمين سواء من الجمهور، محطه باريس، محطه بروكسل، ثم المحطه الاخيره. وكما شفتوا اليوم حضرتوا معنا في هذه الصبيحه، كانت صبيحه في حقيقه جد متميزه، انه كان غلب عليها الطابع الانساني، كانت موجهه خصيصه للاطفال المغاربه، اطفال مهاجرين المغاربه بهولندا بأوتريخت. وكان تجاوب ديال الاطفال رائع جدا، منهم من غنى، منهم من غنينا في الاخير نشيد الوطني المغربي بواحد الاحساس وطني عالي جدا. وكنظن انه هذا هو الهدف من هذه الجوله، هو ربط يعني اواصر يعني الاتصال بالجاليه ديالنا، هذا هو الهدف الاساسي، بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، ويعني واعطائها فرصه للتواصل موسيقيا مع الفنانين المغاربه، ومع خصوصا مع الفنان الكبير نعمان الحلو، اللي اعتقد انه نجح الى حد كبير في هذا، ما نسميهاش مهمه ولا نقول نسميها في هذا الهدف التواصلي، ربما ايضا الدبلوماسي والثقافي. وفي ختام هذه الورشه الفنيه الثقافيه والبيداغوجيه، طلب الفنان نعمان الحلو من الاطفال الانضمام اليه وغناء النشيد الوطني معه.